تارا، أهلا مرحبا. وسهلا. وأخيرا دكتورة، عاني من كنت صغيرة، يعني عانيت هواي من صدمات الطفولة. فمن كبرت يعني في حياتي هواي أكو تشابه صار، مثلا يعني من كان بابا يعني الله يحفظه، طبعا مرتبكة آسفة، فكان يغيب هواية يعني. بس أنا أتذكر من كنت صغيرة حيل كنت أبكي بشكل هستيري من يروح هو لل تسمعيني دكتورة؟ ايه، انت تقولين انك تفقدين ابوك؟ لما كان يروح للشغل يعني فترات طويلة ويرجع، كنت يعني أبكي بشكل هستيري من يروح. فأتذكر من كنت صغيرة هاي المواقف. فمن كبرت يعني كنت كل ما أدخل بعلاقة يصير نفس الشيء، وتزوجت ونفس الشيء هم يتكرر معاي. فدكتورة أرجوك أريد الحل، أو شنو الرسالة يعني من هذا الموقف؟ هم يشون يخلونك ولا ايش؟ شنو؟ قصدك انهم يمشون ويخلونك؟ لا يعني أنا دخلت بعلاقة مرتين، المرة الأولى يعني الشخص مات، والمرة الثانية تزوجت، بس يعني أنا بمكان هو المكان، يعني ظروف قاهرة صارت. فأتوقع إنه يعني أكو رسالة إنه من ال الثاني وش صار عليه يعني سمعت، الثاني؟ وكلش محتاجة هاي الإجابة دكتورة. وش صار عليه الثاني؟ للأسف ما قاعدة أسمعك بنات، رجاء سجلولي. انتي مو قاعدة تسمعيني؟ الآن سمعت، قلتي هسه ان الاول مات والثاني وش صار عليه؟ الثاني، الشخص الثاني وش دكتور صار عليه؟ موجود، بس يعني هو بمكاني وأنا بمكاني، يعني ظروف صارت عمل وكذا، بس يعني نفس بابا كان هم يروح شغل بعيد ويرجع. فهذا الموضوع مأثر علي، يعني أحس أكو رابط من الموضوع، فأريد أتخلص من هذا الموضوع. طيب حبيبتي، شرفتيني يا أمي حبيبتي، شكرا جزيلا. حبيبتي أنا طيب أمي كان عندها قصة من الطفولة، أن أبوها يمشي للدوام ويطول، وبعدين الآن تشعر أن القصة قاعدة تتكرر من خلال العلاقات العاطفية. الأول مات، الثاني رجع نفس قصة أبوها اللي هو شغل ومكان بعيد وقصة الألم هذه. قد يكون الآن القصة اللي أنت تختبرينها بالحياة، أو اللي نقول عنها الفيل الأبيض، الكارما اللي قاعدة تختبرينها، اللي هي قضية الاشتياق والفقد وإنه الشخص ما يكون موجود. لكن قبل ما نقرر هذا القرار، أنت محتاجة تشتغلين وتنظفين قصص الطفولة اللي مريتي فيها. أنا ما أعرف عن أبوك، ما تناقشنا هل هو موجود الآن مو موجود، ليش كان هو أهم من أمك؟ هل عندك احتياج لطاقة الذكورة؟ معناها محتاجة تشتغلي على طاقة الذكورة اللي جواتك وتوازنينها. هل فاحنا محتاجين نميز، هل القصة على مستوى الروح ولا القصة أقل من كذا على مستوى المشاعر؟ فاحنا محتاجين إننا نوازن طاقة الأنوثة والذكورة في الداخل، فبالتالي ما تتكرر هذه القصة، ونسوي تنظيفات. فخلينا نمشي بالاحتمال الاول. ابغى اقول لك سوي تنظيفات، تقدرين تشتغلين على الوعي الطفولي بالدرجه الاولى، واشتغلي على طاقه الانوثه والذكوره بداخلك، لان كل ما استطعتي انك توازنين الانوثه والذكوره، كل ما انتهينا من حاله الارتباك اللي بيننا وبين الطرف الاخر سواء ذكر او انثى، ما صارت هالارتباكات موجوده، يكون دخول الذكر في طاقتك سلسه وما فيها هذا الارتباك وما فيها التشنجات. طيب ايش رايكم بشوف الاشياء المكتوبه، يمكن نقدر نجاوب عليها، يمكن تكون كذا يعني واضحه. صديقي يقول: ما هو السر في التقاط الرسائل الكونيه بسرعه وفهمها من قبل الروح المتحرره والمطوره؟ خلينا نقول متطوره، بسبب خبراتها الروحيه، بسبب خبراتها اللي في رصيد هائل من الخبرات الروحيه. بس الموضوع برضو مو صعب، خصوصا للإنسان نفسه. المفروض أي إنسان بمستويات عقلية بسيطة، حتى لو كان مرات روح طفلة، يستطيع أن يفهم الرسالة الموجهة له اللي هو مقصود فيها، يستطيع أن يفهمها. أما رسائل الآخرين أنت ما لك دخل فيها، أنت يعني
ما المفروض اصلا انك تنشغل فيها وتفكر فيها وفلان وش رسالته وليش وش صار وش ما صار، ما المفروض انك تنشغل برسائل الاخرين. دائما احلم عند اختبار تاخرت عليه وما اقدر اوصل للمكان، ما هي الرساله؟ انت محتاجه مسرح الاحلام، اوكي؟ بس انتبهي لخطك الزمني، في خلل. سام حبيبتي تقول صار لي نفس الموقف مع 3 صديقات، مجهز للسفر واجهز واشتري اشياء وابني احلام، بعدين يصير شيء من طرفهم ويتلغى السفر، بعدين تنقطع العلاقة. او واو ابني احلام، او واو شوفي التعبير، شوفي التعبير. من يوم قلتي ابني احلام هي لازم تلتغي السفر، من يوم قلتي ابني احلام هي لازم تلتغي السفر. بالتالي الموضوع هو انه انت مش متوازنه اصلا في القصه هذه، مش متوازنه. يعني تحسين انه انت بتحصلين على شيء جدا مهم كبير رائع جدا مثالي جدا خطير جدا، هو شيء عادي راح ينسى صديقاتك لسه، عادي جدا يعني تحصل طوال الوقت في كل مكان في كل زمان. فانت اعطيتي الموضوع حجم اكبر، بالتالي انت رسالتك في التوازن. أختي جابت قطة هذا الشهر على البيت وأهملت مسؤولياتها وصرت أنا اللي أوكلها وبالي معاها، ما هي الرسالة؟ أعتقد أنه هذه القطة عندها علاقة روحية معك، وبالتالي لما جت حسيتي أنت بدورك ومسؤوليتك والتقطتي هذا الدور واشتغلتي عليها. طبعا متوقع خلال المستقبل أنها راح تعطيك، أيضا راح تعطيك شعور، راح تعطيك، راح ترفع مستوى اتصالك الطاقي، راح تعطيك اشياء كثيره قد تدركينها وقد لا تدركينها. اما اختك فعندها اختبار المسؤوليه وفشلت في اختبار المسؤوليه، ويا ليت تخلينها تشوف هذا المقطع. وبناء على فشلها في اختبار المسؤوليه راح تختبر في شيء اكبر من القطه، واتمنى انه ما يكون مؤلم كثيرا. وابغى انبهك انك تنتبهي لمسؤولياتك الاخرى، انك ما تشيلين عن احد مسؤوليه، لكن هذه كانت صحيحه. أنا شخصيتي هادية ومو اجتماعية، بس دائما في ناس يحاولون يتعرفون علي مع أني دائما أتهرب. إيش الرسالة؟ لأنك تتهربين. الرسالة أنه أنت عندك تطور من خلال الحياة الاجتماعية، وبالتالي هروبك هو محاولة الهروب من 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 رسالتك، من دورك، من النمو اللي أنت المفروض أنك تشتغلين عليه. أنت مو راضية تشتغلين، بالتالي يجون يصرون عليك مرة بعد مرة وانت تهجين من رسالتك. حان الوقت انك تتوقفين. سهام حبيبتي تقول دكتورة انا شفت من كم يوم فيديو يشتمونك ويسبونك كلام سيء عنك فانصدمت كثير، ترى ما هي الرسالة؟ ليا ولا لك؟ ليا انا يعني it's okay. في اشخاص لن يستيقظون الا بالطرق الصعبة، وما راح يستيقظون الا اذا انشتمت. ف يعني راح توصلهم الرساله، راح توصلهم الرساله. يعني في مجموعه ما راح استطيع ان اصل لهم الا بهذا الطريق السلبي، فراح اوصلهم بهذه الطريقه. هذا بالنسبه لي انا. بالنسبه لك انت تاذيتي لانه احنا متداخلين في نفس الطاقه. لانه انت تشعرين انه انت جزء مني وانا جزء منك. فبالتالي هذا أذاك وأوجعك. لكن إذا أنا دائما هذه وجهة نظري، إذا أنت تأذيت، إذا حسيت إن هذا جزء منك أو لامس شيء منك، المفروض إنك أنت تكلمتي، رديتي، دافعتي، يعني على الأقل قلتي كلمة خير مثلا عني أو عن أي شخص قد تكونين حاضرة مكان ينسب فيه شخص قال عنه كلام غير حقيقي. طب ما دام هذا أثر فيني أو أزعجني خلني أقول عنه كلمة حلوة. هذا هو المفروض وهذا هو دورك، لانك على فكره ما تدافعين عني في الصوره الكبيره، انت ما تدافعين عني، انت تدافعين عن نفسك، تدافعين عن احساسك وشعورك وطاقتك. صديقتي تقول وش رساله يظهرون لي اشخاص خذلوا من الحب، علما اني مستحيل اكمل اذا عرفت انهم انخذلوا لاني مو ملء فراغ لاحد واني انسيه الماضي. او واو حبيبتي انت، يعني راح الموضوع زاوية مختلفة تماما. طيب يظهرون اشخاص في حياتها يقول لها والله يعني احنا فقدنا حبيب ومرة الوضع مزري وكذا يعني. طيب وهي تقول
لا والله ما باقي الا انا اطبطب عليكم واجيب لكم مناديل واضيع وقتي. لا باي باي يا عمي، روح اتعالج وروح الدكتور سمية سوي تنظيف واشتغل بعدين تعال، انا مو فاضيت لك، مو فاضيت لك. طيب فكل هالاشخاص اللي يمرون عليك، انت اخذتيها طبعا بالكبرياء، اخذتيها اني انا ما ابغى اقدم وكذا، وقد تكونين مقصودة انك انت يعني تقدمين مساعدة، لكن برضو في رسالة تقول لك انه اعتبارات الحب عندك او اعتبارات المشاعر عندك فيها شيء، فيها شيء يعني مو مضبوط، في شيء مو مضبوط. هم قاعدين يكررون عليك مرة بعد مرة درجة الألم اللي تحس فيه لما انت تنترك او تترك او تنتهي القصة. طبعا تروحين تسوينها انت عادي، يعيدون لك ترى مرة يوجع، ترى قاعد تصيح، ترى تروحين تسوينها عادي. فما قدرت تفهمين، اخذتيها بالكبرياء. قد يكون عندك قدرة على التشافي او تقديم طاقة التشافي، ما اعتقد انك انت ساعدتي احد بالطريقة انك انت تشافين احد. اشتري لهم كورس، ها اختصرت عليك الطريقة. نورة حبيبتي تقول انتقلت مع نقلة الثراء، انتقلت الى حياة نفس ما ابي. الله الله. طيب لكن المشكلة عائلتي كلهم قراصنة، كل ما فهمت قرصنة طلع شيء ثاني. شو الرسالة؟ أول شيء أتمنى إنك كنتي حضرتي قراصنة المال في شهر يناير لما قدمناها. الشيء الثاني تجدد القراصنة، وجود مستوى آخر وشكل وفكر وأسلوب وطريقة جديدة للقرصان يدل على تجدد مستوى الثراء. بالتالي مش إشارة جيدة، مش إشارة سيئة، بالعكس إشارة جيدة إنه عندنا أسلوب مختلف للثراء، طبقة مختلفة للثراء، زاوية مختلفة للثراء، فبالتالي يكون في تجدد في القراصنة وأنواعهم وأشكالهم وطرقهم. لكن لازم عيونك تصير مفتحة، لازم إنك أنت تنتصرين على كل هذه القراصنة وتكتشفينهم. It's okay، ممكن يكون من عائلتك، ممكن يكون أقرب الناس، ممكن يكون أبعد الناس، ما تفرق، كل واحد قرصان واحد. رسالة جيدة.